بالفعل منتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة يعني نقل الرؤية إلى مصر نقلة نوعية هامة للغاية، طبعا باستخدام مصر لأحدث وسائل التكنولوجيا في هذه النسخة، من استخدام للروبوت الذي كان يقوم بقياس درجات الحرارة للمشتركين في هذا المنتدى، أيضا استخدام الروبوت في تعقيم قاعات يعني المنتدى التي يتم فيها الجلسات النقاشية ويتم فيها يعني الاجتماعات الخاصة بجلسات المنتدى، أيضا استخدام الروبوت في تقديم أصول الضيافة من مأكولات ومشروبات لجميع الضيوف الموجودين في المشاركة في المنتدى، أيضا استخدام أحدث التقنيات في البوابات التي تقوم بتعقيم نفسها ذاتيا من أجل يعني منع أي إصابة تحدث لأي من المشاركين في المنتدى أن عندما تحدث أن تنتقل إلى أي من يعني المشاركين الآخرين. أيضا يعني الروبوت الذي استخدم هو يعني ابتكار مصري 100% وصناعة مصرية 100%، فده مؤشر يدل على مدى التكنولوجيا التي قد وصلت إليها يعني العقول المصرية التي أنتجت مثل هذا الروبوت. أيضا يعني جميع الوسائل التنظيمية التي تمت في المنتدى تدل على أننا بصدد نقلة نوعية تكنولوجية عالية للغاية يعني تحدث على أرض مصر. هذا يعني ما نجحت في اللجنة المنظمة للمنتدى أن تقدمه على أرض الواقع، أن تقدم نتائج ابتكارات العقول الشابة المصرية وابتكارات المخترعين المصريين ويعني ابتكارات التكنولوجيا المصرية حتى نؤكد أننا يعني شعب نافع إلى العالم، شعب قادر على أن يكون يعني يقدم ما يعني يبهر العالم أيضا. أعتقد كمان الأثر الكبير اللي عمله نقل الشباب المشارك من أنحاء العالم للصورة الحضارية المصرية بأحدث التقنيات في بلد الحضارة بيتهيألي ليه مردود كبير جدا في المدى القريب. بالفعل الشباب شباب العالم الذي شارك في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم هم بمثابة سفراء للدولة المصرية، ينقلون ما قد عايشوه في هذه الفترة على أرض مدينة السلام بشرم الشيخ، ينقلون ما رأوه من يعني مستوى يعني راقي في التنظيم، ما رأوه من مستوى راقي في الضيافة، ما رأوه من احتضان الشباب المصري والشعب المصري لهم على أرض السلام شرم الشيخ على أرض مصر. يعني أيضا سينقلون ما رأوه من يعني دار في هذا المنتدى من تعايش، من الاطلاع على الثقافة الحقيقية للشعب المصري وأيضا الشعوب العربية والشعوب الإفريقية. أيضا سيكون هناك تغير جذري في يعني النظرة التي تنظر إلى الشباب المصري وإلى العرب وإلى الشباب القارة الإفريقية. هذا ما يعني استهدفه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء يعني مثل هذه المنصة الشبابية العالمية التي يعني قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التوصيات الصادرة عن هذه المنصة أن تكون هناك منصة حوارية دائمة بين شباب مصر وبين شباب العالم أجمع، من أجل أن يتبادل الشباب الأفكار ويتبادل الشباب الابتكارات والاختراعات، ويكون هناك زخم مستمر على مدار العام يتم تحويل هذه المستخرجات التي تنتهي إليها هذه المنصة لتوجه إلى المؤسسات الحكومية والحكومة ومؤسسات الدولة المصرية من أجل أن يعني تراجع هذه الـ يعني المنتجات النهائية وتأخذ بها في يعني في المستقبل وفي القرارات التي تتخذ. وأيضا الأمم المتحدة
تأخذ الآن ما يصدر عن منصة شباب العالم من توصيات ويعمل بها ويتم إقرارها نظرا لما حققه هذا المنتدى من نجاح باهر، يعني أبهر العالم أجمع وأوجد حالة من حالات الزخم الشبابي على مستوى العالم. لاحظت كمان انه شباب العالم يرفع اعلام بلاده عن طريق شاشات الموبايلات واجهزه التابلت، وكانه بيقول احنا كمان معاكو، يعني كل الدول حريصه ان هي تبين ان هي في قلب مصر النهارده. يعني بالفعل النجاح الذي حققه منتدى شباب العالم وحققته هذه المنصه الشبابيه العالميه يجعل الجميع يريد أن يعلن عن نفسه ويعلن عن ذاته، يعلن عن وجوده، يشعر بأنه يرفع علم بلاده في هذا العرس الكبير الذي يجري على أرض مصر. تلك هي نتائج النجاح الذي حققته هذه المنصة الشبابية التي تقدم للاشتراك فيها 500,000 شخص شاب على مستوى العالم قام بتسجيل بياناته على الموقع الخاص بهذه المنصة الشبابية العالمية. الطاقة التي يعني تكون جاهزة في ظل هذه الإجراءات الاحترازية استوعبت عدد معين، ولكن هناك 500,000 قام بتسجيل بياناته. أيضا تسجيل البيانات لا يتم بالسهولة التي يتخيلها أحد، لها طريقة فنية خاصة ولها أسلوب معين، لابد أن يكون لديك المهارة العالية حتى تكون قادر على أن تكون بتسجيل بياناتك في على بوابة الموقع، مما يدل على أن هناك أيضا الملايين قاموا بمحاولة التسجيل، ولكن من الممكن أن لا يكون قد تمكنوا من الانتهاء من إجراءات التسجيل التي تجعل بياناتهم مستقرة على الموقع حتى يكون الرصد دقيق. فأنا أتوقع أن هناك الملايين الذين لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم بدقة على الموقع، وهذا يدلل على أن هناك حالة من الزخم العالمي نحو المشاركة في منتدى شباب العالم نظرا لما حققه هذا المنتدى من نجاحات عالمية أبهرت العالم أجمع وجعلته أحد الأهداف التي يستهدفها الشباب العالمي من أجل أن يشارك في هذه المنصة الشبابية العالمية. كمان الكاتب والمحلل السياسي أستاذ إسلام عوض، لاحظنا استقبال سيادة الرئيس لكل الأسئلة وجلسات الحوار بمنتهى البساطة، والتعامل مع عقليات جديدة بفكر مختلف وبفكر مرن وقابل للحوار بطريقة متنوعة جدا وفقا للموضوع المطروح. إيه إحساس حضرتك وأنت تتابع كل أحداث المنتدى بتطور الحوار بين القيادة والشباب؟ طيب، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما بدأ في تبني الشباب المصري بعد أن تولى قيادة سفينة الوطن بتدشين المؤتمرات الوطنية للشباب التي أنتجت لنا أول دعوة لشباب العالم في منتدى شباب العالم في 2017، يعني كانت البوصلة واضحة من البداية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بالشباب، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإشراك الشباب في الحياة العامة ودمجهم في القيادة في المرحلة القادمة. من خلال ماذا؟ من خلال تجهيز الشباب، من خلال إعداد الشباب، أيضا إطلاق الرئيس للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تقوم بتأهيل وتدريب الشباب. الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح الآن أيقونة للشباب المصري وشباب العرب وشباب القارة الإفريقية وأيضا شباب العالم. لماذا؟ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم ما لم يقدمه أي رئيس دولة في العالم، وقدم ما لم تقدمه أي أنظمة سياسية في دول العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول يعني من دشن باكورة يعني مصرية خالصة، وهي منصة شبابية عالمية تستوعب جميع شباب العالم، توجد لهم المنابر التي تستقبلهم من أجل أن يتشاوروا
بأفكارهم وبكل أطروحاتهم مع المسؤولين، مع الرؤساء، مع الوزراء، مع رئيس الحكومة، مع الخبراء في كافة المجالات. هذا لم يكن محقق على أرض الواقع في يعني أي حقبة حكمت الدولة المصرية في عشرات السنين السابقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي طور بعد ذلك في إتاحة الفرصة أمام جميع الشباب من جميع دول العالم أن يشاركوا. مصر يشارك في هذه النسخة، 196 دولة تشارك بشبابها في هذه النسخة، مما يدل على أن زيادة المشاركة تزداد نسخة بعد الأخرى نظرا لما لمسه شباب العالم من جدية ومن يعني نجاح حققه هذا المنتدى، لأن الرئيس يؤمن بإشراك الشباب في العمل العام وإشراك الشباب في جميع المناصب القيادية بالدولة، سواء المناصب التنفيذية أو سواء في المنابر التشريعية مثل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. أيضا يؤمن بمشاركتهم في كافة مجالات الدولة وإعدادهم للقيادة. يعني تلك هي القناعات ويعني نقاط يؤمن بها الرئيس. فالإيمان ما صدق في القلب، ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهذا ما يتم على أرض الواقع. الرئيس ينفذ ما يؤمن به من خلال هذه المنصة، من يعني خلال هذا العرس، بإشراك الشباب المصري في مع شباب العالم في إيجاد حالة جديدة تعم العالم أجمع، من خلال استقطاب جميع شباب العالم للمشاركة في منتدى شباب العالم، وإيجاد حالة لهم من الأمل ومن الطموح في إخراج طاقتهم على أرض الواقع. فيعني من خلال ذلك كان تلك هي المشاركة وتلك هي القناعات التي كونت لدى شباب العالم أن هذا المنبر هو منبر حقيقي وهو ليس منبر لالتقاط الصور التذكارية.